أفيونيين، السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من كانديد. شفت الكومنتيرات ديالكم، بغيتو الرواية ديال كانديد تكمل، دونك مرحبا بكم. قبل ما نكمل الرواية بغيت منكم أنكم تدخلوا الفيديو اللي يلا حطيتو غير شي 3 أيام هادي وديروا لايك، كلكم ديروا لايك، أنا نخلي لكم في التعليقات. واللي بغى يعرفني ولا يعرف الحلقات الجاية ديال كانديد ولا الفيديوهات الجاية بشكل عام، ها الصفحة ديال الفيسبوك ديالي، وحتى هي غنلوح فيها اللوحة في التعليقات، وفين ما نلوح شي حاجة بارطاجيها باش هادشي يكبر والافيونيين اللي ما باينينش يبانو. ولا بغيتي الرواية ديال كانديد تكمل دير لايك لهاد الحلقة الخامسة ويلا نبدأ. خليناها فاش كونديد ولا بحار وكونيغوند كتقرق بالناب مع الشارفة اللي تا واحد ما عرف قصتها، لا كونديد ولا كونيغوند كانوا حايرين فيها. إوا اليوم نعرفوا المزيودة ديال الشارفة شنو فيها. من بعد ما كونيغوند حكرات على الشارفة غتعاود ليها هاد الشارفة هادي قصتها وغتقول ليها اه عينيا ماشي مسلوخة ديما ولا حمرا، حيت كونيغوند ديما كانت كتكون عيانيها مسلوخه وحمراء بسبب داكشي اللي كان وقع ليها. وقالت ليها وما كانش نيفي ديما ملاصق مع قدومتي وعمراني كنت خدامه. الشارفه كتشير دابا لكونيغوند حيت هي اللي عندها هاد الصفات هادو، ولكن قالت ليها باللي هي بنت البابا اوربان العاشر والاميره ديال باليسترينا. هاد الجوج هادو الاميره والبابا رباوها حتى دارت 14 عام في القصر اللي قالت الكونيغوند باللي القصر اللي كنت عايشة فيه القصور الألمانية ديالكم ما يصلحوا يكونوا فيه حتى إسطابل ديال العودان. الشارفة كانت عايشة في واحد القصر كبير وقالت لي هلبسة وحدة ديالي كانت قيمتها أكثر من ويست فالي كلها، المنطقة ديال ويست فالي اللي كانت ساكنة فيها كونيغوند وكانديد وبانغلوس وكلش. هاد المنطقة ما تساوي حتى لبسة وحدة ديال هاد الشارفة في يامات العز ديالها. الشارفة كتعاود فاش كانت دارت 14 عام كانت كتزاد جمال وأناقة، كانت كتوحي بالحب، واللي شافها الفم ديالو كيسيل، اللي شافها كيريق. كتعاود باللي كانت غزالة غزالة بزاف، كان بزولها يالله بدا كيكبر. والشارفة كتعاود يا له من بزول بيض بحل الحليب وقاسح ومرسوم بحل ديال الإلهة فينوس ميديسيس، عندهم واحد الإلهة سميتها فينوس ميديسيس. أما عينيها أوف، الشعراء ديال الحي ديالها كانوا تيقولوا على هاد العينين هادو تيخرج منهم اللهب وكيمحي الضو ديال النجوم. تا ديك الوقت كانت شاب كتعناب. شارفة كتعاود كانوا النساء اللي تيلبسوها ملي كيحيدوا ليها الحوايج كيتسلسعوا. المشاكيل كانوا الرجال كيحلموا يكونوا بلاصة نسا غير باش يركبوا ليها الحوايج. كتعاود باللي وقعت ليها واحد الحاجة زوينة في حياتها واللي هي أنها تخطبات لواحد الأمير كاين في واحد المنطقة سميتها ماسا كارارا، واحد المنطقة كاينة في إيطاليا. وهاد الأمير بحالها في الزين، كل نعومة وروعة وذكاء، وكان مغروم بها وحتى هي بغاتو من النظرة الأولى واستسلمت ليه. داروا التحضيرات للحفله ديال الزفاف، كانت حفله عظيمه هذه الحفله هذه، وداروا الاعياد وحفلات الفروسيه وداروا الاوبرا، وايطاليا كلها صوبت القصائد لبنت البابا، قصائد كلها زوينه. وكانت الشارفه هاد الشارفه اللي كتعاود عايشه في واحد السعاده. البنت كانت عايشه السعاده في الشباب ديالها وفي الزواج الزوين ديالها مع الامير، حتى غتبان واحد الماركيزة كانت صاحبت هاد الأمير هذا، كانت صاحبته القديمة. إوا ملي عرفات باللي تزوج وكلاتو الشوكولات ومات في قل من جوج سوايع بسبب كلاكاجات خطيرة جاتو في الجسم، البنت تفقصات وامها قررات يمشيو لواحد الأرض ديالها جات حدا غايين باش يتناساو هاد الحدث المشؤوم اللي وقع معاهم. مشاو على السفينة الذهبية ديالهم غاديين بالسفينة، شوية وقفوا عليهم القراصنة قربوا منهم. الجنود بداو كيدافعوا على ريوسهم، جنود البابا طاحوا على ركابيهم ورموا سلاحاتهم وطلبوا من القراصنة ما يصفيوهاش ليهم. الخواض نايد دابا، القراصنة عراو كل شي، ردوهم بحال يلا خرجوا من كرش مواتهم،
حتى الشارفة اللي كتعاود أمها والوصيفة حتى هما كانوا ردوهم بحال شي ليمونات بلا قشور. البنت تعجبات من القراصنة من واحد البلان كيديروه، ولكن من بعد عرفات حيت ما خرجتش من بلادها، داكشي علاش ما كانتش عارفة بهذا البلان، ما عمرها خرجت من بلادها. فالقراصنة معروفة عندهم هذه القضية. هذه القراصنة كانوا إلا شدوا النساء تقلبوا لهم البلاصة ديال الرحم تشوفوا واش مخبيين فيها شي ألماس شي ذهب شي حاجة، وهذا الشيء كان معروف عند البحارة، قانون اللي عمر شي واحد ما خالفه. يعني كانوا كيقلبوا على ياك ما كاين شي رزق تما بلا داك الرزق النيت. والشارفة كتعاود الكونيغوندو كانديد قالت لهم عرفتي شحال خايبة أميرة مقودينها القراصنة ودينها للمغرب هي أمها. الشارفة كتعاود باللي كانت أنيقة وزوينة في نفس الوقت، والوصيفة هي كانت غزالة أمها حتى هي. البنت غاي اغتصبها القبطان ديال القراصنة، كان حمار، كان حمار كتي صحاب لي راكي يعطيها الشرف بهاد الأفعال، زعما بهاد الخصائل هذه كان كيسحاب لي باللي راكي يعطيها الشرف. هو كان حمار، صبرات مسكينة هي أمها وكافحات وكانوا قويات حتى وصلوا للمغرب. كان المغرب كما كتعاود الشارفة، كان المغرب غارق دمايات من اللي وصلوا 50 دري من الإمبراطور المولى إسماعيل، تقاسموا المناطق وأعطاهم يعني أنهم يقسموا المناطق بيناتهم. إيوا بسبب هذا الشيء هذا نات 50 حرب أهلية في الإمبراطورية، السود ضد السود، السود ضد السومر، السومر ضد السومر، شي محارب مع شي، تا واحد ما عارف مع من حارب. مهم نايضة بزاف ديال الحروب الأهلية، المجزرة كانت في الإمبراطورية كلها. غين زلو القراصنة اللي كانوا شادين البنت أمها والوصيفة قرقبوا عليهم السود، السود قرقبوا عليهم واحد الناس كانوا كانت البشرة ديالهم سوداء، باش يهرفوا على وقفوا عليهم باش يهرفوا على الغنائم ديالهم، الالماس والذهب والالماس والذهب اللي كان عند البنت وامها كان هو اغلى ما عند في هذه السفينه ديال القراصنه، اغلى ما عندهم هو داك الالماس والذهب ديال هذه البنت وامها. الشارفه وهي كتعاود الكونيغوند اللي هي البنت في القصه كتعاود لهم وكتقول كانت شاهده على ان المعركه ما عمرها شي واحد شاف بحالها في اوروبا كلها، الشعوب الشماليه ما عندهاش داك الدم بحال ديال الاوروبيين، ما عندهمش داك الشغف للبنات، يعني في الاخر البنات ما تيقيسوهمش يعني تيردوهم بحال قلتي سبيات نو، هادو تيقتلوا بنات ورجال وكل شيء، يعني هكا دايرين بحال الحليب كيجري في دم الاوروبيين والحامض والكبريت والنار كيجري في العروق ديال سكان جبال الاطلس. كانوا كيتقاتلوا بحال السبوعة واللفاع باش يعرفوا شكون اللي غياخد البنت هي أمها، اللي غياخدو إلا خداوهم الأخرين راه غيقتلوهم، إلا خداوهم القراصنة راه ما غيموتوش في آخر المطاف. فمها جرها واحد المغربي من دراعها اليمن، وواحد خينا آخر من دراعها اليسر، وعسكري من مغربي تا هو من رجليها اليمنية، وواحد من القراصنة جرها من رجليها الثانية، فكيتقاتلوا عليها شكون يجيبها لرومتو. ونفس البلان وقع مع البنات كلهم اللي كانوا تما، يعني كلهم وقع معهم نفس البلان، ولكن البنت اللي هي الشارفه اللي كتعاود كان مخبيها واحد القائد ديال القراصنه اللي قلت لكم اغتصبها، فكان مخبيها موراه وكان السيف في يديه، يعني اللي قرب منه ولا منها تقتلو. شوية البنت شافت قاع صحاباتها وامها مقطعين ومدبوحين، كانت المشاهد متشابهة كلها تقريبا، حيت كانت نفس النتيجة، كانت مثلا امها شادينها ربعة حتى قطعوها يعني هكا. فالبنت الأميرة فوق عرام ديال الجوتات كمشة ديال الدم، كمشة ديال الجوتات ميدمة يعني ومكدسة، بقات غادة مسكينة كتزحف حتى وصلت تحت واحد الشجرة ديال الليمون وطاحت من الخوف والعيا والرعب واليأس والجوع، تجمعوا عليها المصايب مسكينة. ومن بعد حسات بالعيا ونعسات تحت الشجرة ديال الليمون، نعسات واحد النعاس بحال إلا فقدات الوعي، كانت في واحد الحالة ديال الضعف وفقدان الحس، وهي ما بين الحياة والموت حسحسات بشي حاجة كتدور حداها.
ففتحات عينيها ولقات واحد الراجل بيض وزوين كيتنهد، وقال لها شحال خايبة الإنسان يكون بلا خصية. الحلقة الجاية غنزيدو نعومو في الأحداث ديال هاد القصة ديال الشارفة وشنو وقع لها مع هاد خينا هذا. وشكرا بزاف على الاستماع ديالك صديقي وصديقتي، وكنتمنى دير لايك الى عجبك هادشي، وتسنى الحلقة الجاية تكون في السيمانة الجاية تقريبا. Peace out، الى اللقاء.